السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله دومكم بخير. وياكم اخوكم من الكوست كلاود هاوس، نرجع لكم بفيديو اخر وريفيو اخر. هالمره راح يكون على الوتوفو سيربنت اس ام ام ار تي اي. طبعا هنا خاله على النويزي كريكت فيرجن 2 25 ملم. مثل ما تشوفون سيت طالع كلش رائع، والسبب انه خليته على النويزي كريكت لان صدق مود ما اخذ حقه. فرد اعرضه باحد فيديوهاتي، وشجع الاخوان اللي يريدون مودات فولتيه متغيره انه ياخذون النويزي كريكت. نرجع على الموضوع الرئيسي، هذا التانك طبعا انتجته شركه وتوفو بالاشتراك والتضامن مع ساك ماي ماد. سنجل كويل، الاير فلو شويه خاص يختلف عن اير فلو اخر. الاير فلو يطب من جوا، يصعد بالبوستات ويضرب الكويل من الجوانب. تقدر تركب الكويل، طبعا راح نشوفكم، بحيث انه الاير فلو صار جزئين من كل جانب، واحده منهم يضرب جوا الكويل وواحده منهم يضرب صفحه الكويل، وبالتالي تحصل على احسن نكهه وكلاب. طبعا هسه خاله على اوطى سيتنج بالسيريس مود مال النويزي كريكت، واريد اشوفكم الكلاود. طبعا النكهه ما تصورت انه تكون بهذه الروعه وبهذه الجوده للتانك سنجل كويل. رائع، نكهه رائعه. الجوس اللي استخدمه اليوم هو السيلفر باك من شركه 5 ستار، عنب، عصير عنب وفراولة، جوز كلش طيب رائع جدا. طبعا هذا التانك راح يكون الجيفاوي لهذا الفيديو، وراح نشرح اكثر عن الجيفاوي بنهاية الفيديو. هسه خلني نقرب الكاميرا ونشوف المحتويات العلبة والتفاصيل، ونركب كويل على الـ RTA ونسوي لوك، وراها نرجع واعطيكم رأيي حول هذا الـ RTA الرائع. شباب هسه نجي نشوف محتويات علبة السيربنت اس ام ام من شركة وتوفو. طبعا من هاي الجهة ماكو غير الباركود، وهنا يبين لك اللون مكتوب اس اس ستين ستين. من هذه الصفحة كذلك مبين اللون. من هذا الجانب منظمات كاسا واسفاتا اللي تساند الفيب. صحيح احنا نعيش بالعراق، بس اذا تقدر طب على المواقع ودز رسالة انك تساند الفيب وحقوق الفيب، لان اللي يصير بامريكا راح يأثر على الفيب بكل العالم. هنا أنا عندنا محتويات العلبة، هنا أنا تحذير ومعلومات الشركة المنتجة، هنا أنا عندك الكود السري اللي تشخطه وتدخله بموقع الشركة وتتأكد انه المنتوج اصلي. نجي نفتح العلبة، اول شي نشوفه اللي هو دليل المستخدم، صور حقيقية كلش حلوة، طبعا شرح مفصل عن الاجزاء، بس مع الاسف ما بي شرح عن كيفية التركيب وما الى ذلك من تفاصيل. هنا انا بطاقة giveaway من وتوفو، على اساس اذا تشترك به راح يجوز تربح تي شيرت من وتوفو. نجي على لب الموضوع اللي هو هذا الـ RTA. هنا أنا عندك مبسم من مادة ألتم كلش حلوة، طبعا مبسم 510، بس الجدران هنا كلش خفيفة، يعني ثخنها من ناحية الثخن على مود يكبر الفتحة اللي بالنص. خلي لك زجاجتين إضافيات، هذا الشيء إيجابي رائع رائع جدا. وهنا عندنا الـ RTA،
طبعا هسه نرجع على RTA جواها عندنا درنفيز على غرار الدرنفيزات اللخ الزرقاء. هذا الدرنفيز شوي كبير مربع يفيد للبناء، مو مثل الازرق لازم تستخدم درنفيز يعني من يمك. بعد بي ثلاثة كياسة، هذه بيها كويلات قطعتين كويلات كلابتن، هذه بيها ربلات وبراغي اضافية، وهذه بيها قطن. ما راح نستخدم اي من هذني لان هذا التانك راح يكون الجيفاوي. نجي على التانك، خلي عليه المبسم على مود تشوفون الشكل بالكامل. طبعا قطر التانك 24 ملم، الارتفاع 46 ملم، السعة 4 ملي لتر، التعبئة من فوق كويل أحادي، والاير فلو لمن تسده بالكامل يوقف، ولمن تفتحها بالكامل يوقف. اللي تسوي من جهة يكون نفسه من الجهة الثانية. طبعا الاير فلو ما متصلة واحدة بالثانية، الاير فلو يختلف عن كل التانكات الأخرى. طبعا التعبئة من فوق يتم من خلال فتح القبغ مثل ما تشوفون هنا، تعبي الجوز من ذني الفتحات الجانبية، يتخلي الجوز بالنص لين يصير عندك ليك. طبعا على السريع الفتحات الهواء اللي عندنا هنا أحجامها العرض 11 ملم والارتفاع 2 ملم. طبعا الـ 510 adjustable تقدر تعدله طالع من مكانه، بس العازل ما طالع من مكانه كمية كافية انه تقدر تستخدمه على هايبرد ميك مود، فلذلك ما انصح به. نجي نفتح التانك بهذه الطريقة. همين تقدر تبدل الزجاجة مثل ما نشوفينه. طبعا هنا عندك اللوجو مع الـ SMM Suck My Mud، هنا مكتوب Serpent SMM، هذا كل ما في الأمر. مثل ما نشوف التحدب اللي عندك بالشمني راح يساعد على الفليفر. نجي على الدك، طبعا فتحات الجوز هنا صايرة، قطر فتحات الجوز 4 ملم، عندك هنا فتحتين هواء وهنا كذلك فتحتين هواء. هذني الفتحات 3 ملم كل واحدة من 3 ملم في 1.5 ملم. عندك هذني البراغي الأربعة، لأن إذا تخلي الكويل هيجي شكل تقدر، أو إذا أنت تكون لافها بالعكس تقدر تخليها بهذا الشكل همين، شيء كلش حلو، ولكن يحددك من عدد اللفات لأن البعد بين البوستات بعد ثابت. طبعا الاير فلو شوي يختلف، الاير فلو مفصول، الاير فلو يجي منه يصعد بالبوست ويضرب الكويل صفح، فصار وكأنه شكل حرف زي أو زت، ومنها نفس الشيء يجي على الصفح يصعد ويضرب الكويل من الجانب. هذه بشكل عام على الدك. هسه راح أغير زاوية الكاميرا على مود شوي نشوفها من الصفح، ونبني هذا الدك، نسوي لوك على مود تشوفون تفاصيل كيفية القيام بهذا الأمر. شباب هسه نجي نبدي بتركيب الكويل على دك السيربنت SMM. نجي نفتح هذني البراغي، نجيب الكويل نركبه بالدك، نحاول انه يبقى بالنص مثل ما تشوفون. طبعا هسه نعدله بعد، خلي نشوف المقاومة 0.33، خلي نجربه على 40 واط. نجي نعدل الكويل شوية، هسه
هذا اللي أشوفه إنه جيد لهذا التانك وهذا اللي سوته سابقا، لأن الإير فلو الأولاني يكون منه طالع يضرب صفحات الكويل، ما أدري إذا تقدرون تلاحظوه، والإير فلو الثاني يضرب جوا الكويل. هسه بس نتأكد إنه ما عندنا هات سبات، يلا نقطع رجلين هات الكويل. هسه تمام مثل ما تلاحظون احتراق متساوي. سنجي نقص رجلين هات الكويل سنجي نركب للقطن، طبعا محضر قطعة قطن مثل ما تلاحظون. هسه نجي نركبه، وراح نقص القطن تقريبا لهنا. نلزم النهاية الأولى بإصبعنا ونمشط القطن. هسه نجي نقيس مرة اللغ وراح نقصها منه. هسه كله تمام. مثل ما تشوفون القطن ما نازل الى نهاية الجوس وول، وانما نص المسافة. نفس الحالة هنا تقدر تنزلها، بس بشكل انه ما يكون متكوم هنا تارس هذا الحوض، لازم يبقى مجال. الجوس اللي راح استخدمه اليوم هو سيلفر باك من شركة 5 ستار، اسم النكهة بوبو، واللي يتكون من عصير العنب والفراولة. جوس رائع جدا، 70-30 في جي بي جي، نكهة تقدر تفيبها دار مدار السنة. نجي نخلي جوس على الكويل أول شيء، خلي نشوف على 40 واط. رائع. لأن هذا التانك ما بي جوس فلو كنترول، لما تشدوه أو كل مرة تخلي بيها جوز اتأكد إنه تسد الاير فلو كنترول. هسه التانك جاهز للاستخدام، مثل ما تشوفون ماكو أي ليك، ماكو اي فقاعة اضافي تصعد. اذا عندنا ليك الجوس ينزل لهنا وتقدرون تشوفوه. طبعا راح اشده على النويزي كريكت 2، لان برايي يطلع السيت
كلش رائع. هسه خلي نصعد الكاميرا نفيب على السيربنت SMM واعطيكم رأيي حول هذا التانك. شباب اللي شفتوه كان مراجعة سيربنت SMM RTA من شركة واتوفو. سلبيات دورت هواي ما لقيت اي شيء سلبي بهذا التانك. نقطة انا اعتبرها سلبية ولكن هذه النقطة واعتبارها سلبية شيء موضوعي يعتمد على المستخدم، انه لما تفيب بي وتسحب بقوة يطلع صوت. هذه الشيء الوحيد اللي لقيته سلبي. من الايجابيات يجي ويا زجاجتين اضافيات، يجي ويا كويلات جاهزة كلابتن، يجي ويا قطن الدرنفيز، مو هذا الصغير الازرق اللي نعرفه، فما تحتاج تستخدم غير درنفيز. الصناعة، الجودة، الدايسات كلها توب توب رائعة بالشكل. طبعا لهذا الجيفاوي من هذا الفيديو راح يكون هذا التانك للفائز الاول. للفائز الثاني راح يكون 120 مل جوس نكهة ثندر فلود من شركة 5 ستار، والنكهة تتكون من 4 فواكه استوائية واللي هي الموز والأناناس والمانجا والكيوي. جوس رائع بمعنى الكلمة، صيفي. فإن شاء الله الفائز الثاني يستمتع بالجوس والفائز الأول يستمتع بالتانك. لا تنسون أنه اللي يشارك بالجيفاوي لازم يكون 18 سنة فما فوق بدون أي استثناء، وكذلك لازم تخلي اسمك الحقيقي بالأكاونت مال اليوتيوب والصورة حقيقية لك. إذا ما تتوفر هذني الشروط بالأكاونت مالتك ما راح تشترك بالقرعة. نأمل أنه استفادتوا من الفيديو. كان وياكم هلكم من هلكوس كلاود هاوس. إن شاء الله نشوفكم غير فيديوهات وغير ريفيوهات. دمتم بخير وصحة وسلامة.